اتفضلي. صباح الخير. صباح النور يا فندم. انا جيت على حسب الاعلان. طب اتفضلي، ايه مؤهلاتك؟ ثانوية عامة. تعرفي تكتبي على الآلة الكاتبة؟ اتعلم. اتفضلي مر على السكرتيرة املي الطلب عندها وهنبعتلك بعد اسبوعين. طب متشكرة. مع السلامة. رجعت يا عدولة سعيدة يا حبيبي. كنت فين؟ أصلي خرجت شوية. رحت فين؟ رحت مشوار. مشوار؟ مشوار فين؟ كنت بدور على شغل. شغل؟ أنت بتشتغلي؟ وفيها إيه عادل؟ فيها إيه إزاي؟ أصلي مش هين عليا أشوفك بتقتل نفسك عشاني وأقف أتفرج عليك. لازم أعمل حاجة، أقف جنبك في الأزمة اللي سببتها لك. بلاش كلام فارغ، انت وراك شغل البيت وبس. لا يا عدولة حبيبي، احنا محتاجين لكل قرش. صاحب العوام بعت لي مرتين لحد دلوقتي عشان الايجار. دي مسؤوليتي انا، والايجار انا هدبره. منين بس يا عادل؟ مالكيش دعوه، ولا عايزه تقولي اني مش قادر اعيشك؟ ما كانش قصدي. أنا عارف. والسلفة دي عاوزها علشان ظروف عائلية. أنا آسف. مدة خدمتك ما تسمحش، ثم مبدأ السلف ما بتعاملش بيه. بصفة استثنائية أنا مستعد أشتغل ساعات إضافية. أنا آسف.